أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم. حلقة جديدة، لقاء جديد. النهاردة الحد 12 رمضان الموافق 7 يونيو. الأيام عدت، أيام الحب، أيام المغفرة، أيام الكرم، كلها بتعدي بسرعة. النهاردة عندنا حلقة عامرة، حلقة مليانة بأفكار ومليانة بحاجات وطنية مش هتشوفوها إلا في برنامج هو ده. النهاردة بنتكلم بعد يومين من ذكرى حرب 73، 10 رمضان. النهاردة بكمل معاكم سلسلة السيرة الحلوة اللي تخلينا نستمد كل الحب. ببدأ معاكم بكلمات سمعتها من ساعتين ثلاثة واحنا بنفطر. سيدنا علي كرم الله وجهه قال: إذا عمرت المدينة على حساب الخزينة، عمرت المدينة وعمرت الخزينة. إذا عمرت المدينة على حساب الخزينة، عمرت المدينة وعمرت الخزينة. ده اللي بيعمله الرئيس السيسي بمشروعات عملاقة شفناها النهاردة، بيعمر بيها المدينة على حساب الخزينة عشان نشوف إنجازات، نشوف مشروعات، نشوف حاجات كتيرة. الكلمات دي فكرني بيها السيد محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية الأسبق، وكنا بدعوة من اللواء أحمد زغلول بنتكلم على الفطار، على مصر دلوقتي، نتكلم على الفساد اللي حصل والعمارات اللي بتقع واللي هتقع، حاجات كتيرة قوي. نتكلم كمان على مؤتمر الرئيس النهاردة وشفنا كم الفدادين اللي رجعت للدولة. نشوف الرئيس النهاردة في المؤتمر اللي بنشوف الشباب بيطلعوا يتكلموا، والفتاة بتاعت المنيا بتقول عاوزين الأرض دي تبقى بتاعتنا. أيوة كده، عاوزين. وهو ده الشباب يحس ببلده، بأرضه، بالأفكار البناءة، الأفكار الحلوة. أهلا بيكم، هو ده بكمل معاكم وإحنا بنتكلم على 10 رمضان. هتشوفوا معانا أفكار مش هتشوفوها إلا في هذا البرنامج. ومن سنوات وأنا على اتصال ببعض الأبطال، تخيلوا لما تشوفوا واحد عمره 21 سنة، 22 سنة، بيطلع في أول يوم أو تاني يوم في الحرب وهو شاب، يطلع يطير، ينزل مشلول، الدولة عملت معاه إيه؟ الدولة قدمته إزاي؟ الدولة بتقابل ده إزاي؟ أنا بتكلم في سنة 73، بتكلم على الحب، بنتكلم على قصة بقدمها، لقاء كان من حوالي سنتين بقدمه تاني وتالت. في ضباط لسه موجودة محجوزة في مستشفى المعادي العسكري، كانوا ثلاثة والثلاثة حبايبي، دلوقتي بقى اثنين. هنشوف قصة واحد منهم وهكمل معاكم قصة البطل، وبقدم التحية لأبطالنا، أبطال حرب أكتوبر 73، أول قصة بنقدمها النهاردة وهو ده. تحيا مصر، وتحيا مصر، تحيا مصر. عامل ايه؟ وحشتني وحشتني وحشتني. الورد بس يعني. ده اجمل هديه، ربنا يكرمك كده. انا عاوز اقول لك كل سنه وانت طيب. عاوز اقول يمكن من سنوات في كلام من ذهب، مش عاوز اقول السنه، مش عاوز، ممكن 20 سنه. لا ما اشتغلتش انا 20 سنه. نخلي نقللهم شويه؟ من 5 سنين. ده احد ابطال اكتوبر. ما كانش رتبته، ما كانش لواء ولا عميد ولا كنت، كانت رتبتك ايه؟ لا كنت ساعتها عقيد. عقيد. قول لي الاصابه كانت فين وايه اللي حصل يعني؟ لا انا كنت ماسك قاعده صواريخ في منطقه اسمها سرابل. في اسماعيليه جنب مدينه الاسوار. فانا كنت ماسك قاعده صواريخ دي، ويوم 16 اللي هو يوم الثغرة. كان عمرك كم سنة بقى ساعتها؟ 26 سنة. 26 سنة. الصورة دي 26 سنة بالظبط. كنت مع الرسالة في الصورة دي. مواليد 25/10/47، أنا حضرت 56 وأنا طفل 9 سنين، وحضرت 67 يعني كان ضلمة. ضلمة فعلا 67 كان ضلمة. تخيل يعني مش ممكن، شفته 67 ما كانش متوقعين يعني البلد في 73 يعني مثلا نقول يا ربع يعني بعديها ما بقتش مصدق اللي احنا كان في يوم من الايام البلد شكل السويس وشكل الاسماعيليه، انهيار وحاجات. انا عايز انا يوم احنا قاعدين في 67 ما كناش مش عارفين ناكل، والله في ايام كنا على جبل القيادس بندور على بيسموه جرايه لقمه عيش. الناس ما عندهاش صبر مش عارف ليه، يقول لك بندوروا على، انا كنت بقف على الطريق عشان اروح عشان الاقي عربيه تنزل من جبل القتال، واخد بالك، اقف 3 4 ساعات في الشمس عشان بس ازور اهلي وارجع تاني. وانت كاحد الرجال، وكلمه رجال دي يعني نحط تحتها خطين حمر، رجال بجد يعني،
حضرت حرب اكتوبر وشايف كل التغيرات اللي حوالينا دي، تشعر بالسعادة بالفخر ولا خايف على مصر وحزين؟ لا طبعا خايف على مصر، خايف يعني، خايف جدا، لان انا يعني تضحياتنا دي مليون واحد يعني كنا كام شهيد وكام وفرحنا باللي عملناه في مصر. دول الابطال، دول الناس العظيمة، دول محجوزين في مستشفى المعادي لغاية دلوقتي. ارجو ان شبابنا، ارجو انه محبي الوطن يزوروا ابطال اكتوبر ويقولوا لهم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العاشر من رمضان. والذكرى دي بترد على حاجات كتيره بتحصل دلوقتي وما يحدث الان من تغيير لصالح مصر، لان احنا هزمنا مرتين، مره في 5 يونيو ومره تانية لما شفنا ابناء الوطن واقفين امام ابناء الوطن والمعنى في بطن الشاعر. انتوا عارفين اللي حصل. نبدا بالتليفون ونسلم تاني على العميد حسن عبد الحميد من ابطال اكتوبر. بقول له اهلا بيك، كل سنه وانت طيب يا سياده العميد. اهلا 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 طارق باشا حبيبي. حبيبي وحشتني، وبعدين كان في عزومه. وحشتني. انا عرفت انك في اجازه في اسكندريه دلوقتي. والله انا يعني انا بحبك، تعرف حبي ليك من كام سنه دلوقتي، 30 سنه ما. اولا بقول لك كل سنه وانت طيب، انت طيب وكل اللي شارك في حرب اكتوبر. والله انا بص يا طارق، انا شفت 5 يونيو جنبيها 10 من رمضان امبارح الكلام ده، واخد بالك؟ انا بقيت مش مصدق اللي بيحصل. حط قصادك 5 يونيو شوف، وبعدين لما قعدت اسرائيل عملت ايه في 5 يونيو. تمام. بقى حضرتك لو احنا ما عملناش اللي عملناه في 10 رمضان كان ايه، كنا هنقول ايه اما يجي 5 يونيو علينا في ايام زي دي في رمضان، هنقول لاولادنا ايه؟ صح، بس ده كان الثمن من صحتك ومن ارواح الشهداء اللي استشهدوا لصالح الوطن. شوف انا قلت ما فيش حاجه من غير تضحيه. تمام. وانا دايما اقولها حتى في يوم المحارب، واخد بالك؟ وحتى لحتى احنا في الوقت ده لازم في تضحيه من الشباب عشان البلد تبقى كويسه. مش هننهض الا بتضحيه، بقولها لك كده. ربنا يكرمك. انت بعد كم سنه، 44 سنه قضيتهم في المستشفى، عاوز تقول ايه لشعب مصر؟ والله هانوا على الواحد طول ما شايف اولاده واحفاده وشايف مصر لسه بخير، بينسى التضحيه دي. والله سلام سلاح، وتحيه سلام ليك ولكل شهداء اكتوبر. ربنا يخليك ليا يا رب، وان شاء الله يعني الابطال يزيدوا والبلد ان شاء الله. ان شاء الله ربنا رزقنا برئيس محترم، ربنا يكرمه والبلد ترجع تاني وتبقى احسن من الاول باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله، طول ما في ابطال زيكم. العميد حسن عبد الحميد من ابطال اكتوبر، بقاله اكتر من 44 سنه في المستشفى، بقول له كل سنه وانت طيب. ومعانا برضه لقاء تاني مع العميد السيد وجدي، برضه مقيم في المستشفى دلوقتي في مستشفى المعادي. كانوا ثلاثه على فكره، كان في العميد رضا توفى الله، كنت بقابلهم من سنوات هناك مستشفى المعادي، بتشوف الطيبه، بتشوف الوطنيه، بتشوف الحب. بالمناسبه عاوز اقول لشبابنا، رئيس الجمهوريه في الوقت ده كان رئيس انور السادات، اخوه في اول طلعه استشهد الشهيد عاطف السادات. دي الروح اللي احنا عاوزينها تكمل، الروح اللي هي خلت مصر تبقى ايد واحده وتنتصر هي والعرب والمسلمين، وقال الله اكبر في 73. التليفون الثاني مع العميد السيد وجدي، لو جاهز معانا قولوا لنا عشان اقول له كل سنه وانت طيب برضه. سيادة العميد اهلا بيك، وانت في مستشفى المعادي دلوقتي على النيل، بقول لك كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي، كل سنه وانت طيب ومصر بخير يا رب. وطي التلفزيون عشان عاوز اقول لك كل سنه وانت طيب وكل ابطالنا وكل اللي ضحوا يا شعب مصر. الناس دي قاعده في المستشفى من 73 لغايه دلوقتي. العميد سيد وجدي اللي بقول لك وحشتوني. وفي فطار في رمضان معاكم ولا ايه؟ اهلا بيك يا حبيبي، اهلا بيك اي وقت، اهلا وسهلا. عاوز من حضرتك كلمه تقولها للشعب المصري في ذكرى انتصار اكتوبر العاشر من رمضان. حضرتك اسمعني، يعني ريت وطي التلفزيون واتكلم معايا بس عشان الفرق الصوت. حاضر. العميد سيد وجدي اتفضل. مصر تستاهل مننا ان احنا نضحي بالغالي والنفيس والارواح طبعا. تمام. 73 دايما احنا بنجيب سيره الشباب. تمام.
مين اللي حارب في 73 ومين اللي ضحى ومات واستشهد ومين اللي اصيب هنا؟ حضرتك كان المستشفى عندي كان المستشفى عندي 24 سنه. حضرتك اصبت في كام اكتوبر؟ 68 سنه. 68. حضرتك اصبت في كام اكتوبر؟ اتفضل. في 17 اكتوبر في معركه الصدر. في 17 اكتوبر ومن اللحظه دي وانت مقيم في مستشفى المعادي حتى هذه اللحظه؟ جيت تجربوني بعدها بيومين من ساعتها وانا هنا في المستشفى، ما خرجتش بقى. انا هجي لك واعدي عليك، لكن النهارده اهلا بيك. كل سنه طيبين يا حبيبي. بنتهز هذه الفرصه العميد السيد وجدي مقيم في مستشفى المعادي من حرب 73، من 6 اكتوبر العاشر من رمضان 73. شوف 44 سنه مقيم في المستشفى، ده احد ابطال مصر. تعظيم سلام لحرب اكتوبر، ابناء اكتوبر، للشعب المصري، الشعب العربي، الشعب اللي كله وقف ايد واحده وقال الله اكبر. قبل ما نطلع فاصل واحنا بنقدم الابطال، في صوره بطله بقدمها، هي من بنات مصر الطيبات. دي سيده علا غبور، دي من اللي ساهمت في مستشفى 57 3 57. بالامس كانت الذكرى بتاعه وفاتها، وبالمناسبه هي توفت مرض سرطان اللعين. بقدم لها كل التحيه وكل اللي ساهموا في خدمه الوطن. الست دي تعبت معانا، واحنا رحنا في بدايه تدشين حفل 57 لغاية هذه اللحظة في ناس عظيمة. دي كانت من المؤسسات، دي من كانت الناس اللي بدأت البداية، طبعا مع شريف أبو النجا ومجموعة كبيرة من الأسماء، مش عاوز أقولهم عشان ما انساش حد، لكن هذه السيدة العظيمة اللي بدأت معانا وهي في المستشفى وبيطلع بيكبر جالها مرض السرطان وتوفت. بقدم لروحها كل تحية وسلام، وكل واحد بيبني ابدا الوطن مش هينسى كل اللي اعطه بجد لصالح مصر. دي فقرتنا الاولى في البرنامج، الوقت بيعدي بسرعه، هنشوف اللي فاز واللي كسبه وهنكمل معاكم بعد الفاصل الاول، وهو ده. هو انت ده؟ مش انت ده؟ لا ده مش هو ده، ده مش هو ده. هو اهلا بيكم اعزائي المشاهدين. وهو ايه في حصل لخبطه في الفايز دخل مكان فايز؟ انت اسم حضرتك ايه؟ اسامه حسين. اسامه انت منين يا اسامه؟ من المعادي. من المعادي. لما صورت كنت ماشي فين ورايح فين؟ شارع 26 يوليو في وسط البلد. خايف ليه يا عم؟ خايف انت كنت في الصوره دي؟ لا. مش عارف انت ولا مين؟ عندك ولاد وكنت رايح تجيب ايه ولا تعمل ايه؟ طبعا كل سنه حضرتك طيب، في لبس العيد والاولاد الحاجات الحلوه. جبت ولا لسه؟ الحمد لله بفضل الله. بتتابع ايه بقى في رمضان؟ بتابع في مسلسل زلزال الرئيس، برنامج حضرتك، في اتفرجت على برنامجي؟ طبعا. كل الحلقات دي تالت حلقه يعني. بس انت بتشتغل ايه؟ موظف ولا بتشتغل؟ موظف. موظف؟ وعندك كام ولد وكام بنت؟ عندي ولدين وبنت. عظيم مشاهدينا اهلا بيكم، مهرجان الجوائز انضموا الينا، وخشوا على صفحه طارق علام تي في عشان تخشوا معانا نشوف معانا اللي هيكسب في العمره وايضا الاجهزه المنزليه والعرايس والعرسان وكل المفاجات اللي هنقدمها في الحلقات القادمه. اسامه انت حضرتك منين؟ من المعادي. من المعادي. اسامه من المعادي جاء الى القاهره الى 6 اكتوبر عشان ينزل يجيب لبس العيد وكمان ياخذ العيديه. الف مبروك. الله يكفيك. هو ده. الله يخليك يا استاذ. هتديها لمين بقى من بناتك ولا اولادك؟ اكيد البنت الصغيره. ولا الزوجه؟ لا اكيد يعني كله. طب قول للاسره حاجه، قول لهم انا صورت النهارده في برنامج هو ده، قول لهم اي حاجه كلمه كده. كل عام وبخير، انتوا بخير دايما. بتقولي كل عام وانتوا بخير دايما، ورب ان شاء الله باذن الله كده في تقدم يعني باذن الله. ده كلام لاسرتك؟ يا رب اسره اسامه تكون في تقدم. شكرا ليك. مش عارف الناس ترتبك ليه في التصوير. عايزين مشاهدين نكمل معاكم المفاجآت، اخدكم دلوقتي ونروح شبرا الخيمه نشوف اللي كسب معانا رحله العمره. رحله كفاح وصبر وحاجات كتيره قوي بنلخصها في دقائق معدوده. بنشوف اللي كسب عمرتنا النهارده، واي حد عنده قصه كفاح ونجاح ابعتوا لنا واكتبوا القصه بإيجاز شديد. ولسه مستمرين معاكم ان شاء الله لغايه نهايه السنه، ما حدش يفتكر ان احنا رمضان بس، اي حد عاوز يطلع عمره ما تخافوش في رمضان وبعد رمضان. نروح دلوقتي ونشوف اللي كسب عمرتنا ونقول له ألف مبروك. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، قبل أذان الفجر ووقت السحور، دنيا هادية جميلة في شبرا، بنشوف رحلة الكفاح، رحلة تحدي للمرض والأمل والفلاح، وأبشر الصابرين. تعالوا معنا ونشوف نجمنا النهاردة هو ده. تعالوا معنا.
رحلة السنين اللي بنقدمها في دقايق، ونقول للناس احمدوا ربنا واصبروا وقولوا الحمد لله. بيومي بقول لك اهلا بيك وكل سنه طيبين. تستحق. زوجتك ازاي؟ الحمد لله تمام. جدتك ازيك يا حاجه؟ ازيك انت يا باشا؟ كل سنه وانت طيب، تقعد له بخير ودايما نشوفك يا رب. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك. بيومي في دقائق في ثواني تقول لي رحلتك. يعني انا جاني الفشل وانا عندي 20 سنه، دلوقتي بقى له 41 سنه وبغسل الحمد لله، وكنت في اول 10 سنين من الغسيل كنت بشتغله زي الفل. انت بتشتغل دلوقتي؟ عندك اولاد ولا لا؟ ما عندناش اولاد، ربنا ما رزقنيش. انت اللي قعدتي تبعتي رسائل؟ انا اللي قعدت ابعت الرسائل عشان خاطر بيومي، مش عشان حاجه تانية. انت جدعه والله. انت اتجوزتي وهو عنده فشل كلى؟ ايوه اتجوزت وهو عنده فشل كلى، بقى لي 19 سنه معايا. نفسي ان هو يطلع العمره، نفسي ربنا يحقق له اللي هو عاوزه، وانا مش عايزه حاجه من الدنيا الا ان هو ربنا يخليه لي بس. ست دي عظيمه، اوعى تزعل. عارف من غير ما تقول، عارف من غير ما تقول لحضرتك. كل مريض يا رب، يا رب تشفي كل مريض. الله معنا تسمعنا وترانا. الله الله عشان مبسوط ان بيومي ربنا يحققنا ويشفيه، نفسي ربنا يشفيه واغفر خطايانا. الله الله واجعل في الجنة مثوانا. اللقاءات اللي بنقدمها سريعة دي بتقدم لحظات للناس تقول الدنيا هتبقى حلوة لو نصبر ونقول الحمد لله، وهو ربنا أمرنا بكده والرسول أمرنا بكده. وبشر الصابرين، الناس الطيبة، الناس الجميلة، سواء الزوجة أو الزوج أو حتى جدته اللي جت هنا بتشارك معاه اللحظات الحلوة اللي بنقدمها. زي ما بقول لكم مشوار السنين بنختصره في دقيقتين ثلاثة، لكن اللي زي بيومي والعشرات بل المئات بل الألاف اللي عندهم أمراض زي دي لازم يحمدوا ربنا ويعيشوا كده لغاية لما يعني يجي الأجل وهم مبسوطين وهم فرحين، لأنه ده ليه أجر عند ربنا كبير. يعني ربنا يكافئك على صبرك وعلى إيمانك إن شاء الله. إن شاء الله. كان نفسك إيه بقى في الآخر؟ اللي عمره من الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف مبروك تقديم أسرة برنامج هو ده رحلة عمره. ألف مبروك. ساعة الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته. بعتولنا لاحظت إصرارها، بعتت أكتر من مرة وهي بتقول لزوجي كذا مرة. جينا هنا فرحانين، جينا هنا مبسوطين. مبسوط أكتر لما بشوف الست طيبة دي فرحانة لجوزها حتى الآخر، زي ما بنقول كده إيه، تحقيق الأمنية. فبشكرك، مبروك لك. تسلم يا استاذ طارق، وربنا يكتبها لكل مسلم طبعا. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. والله عفا عما سلف من امتي، فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لاجابتي. سيدنا فالعز لنا لإجابته. الصبح بدا، الصبح بدا. الأستاذ طارق من ملك الصالح، وجاوبت على السؤال للأستاذ طارق في برنامج هو ده وكسبت الغسالة، وجيت النهاردة أستلمها وأنا بستعمل أختي. فرحتنا والفرحة جمعتنا. مبروك اللي كسبت معانا، اهلا بيكم ركن الجوائز. هنقول دلوقتي مبروك، هنقولها كتير. خش على الصفحه بتاعتنا، اللي عنده ظرف او عنده اي حاجه يكتب ويقول قصته بايجاز في سطر او سطرين. اهلا بيكم. الجوائز واللي كسبت معانا بنقول لها مبروك. وهنخش دلوقتي على اللي كسبوا معانا في الفرح الذهبي. احنا عاوزين نعمل فرح ل 500 عروسه 500 عريس. بنكمل السلسله معانا في نهى مصطفى. نهى بنقول لك مبروك يا نهى، الف مبروك. الله يبارك فيك، الله يبارك في حضرتك. الحمد لله. انت مكتوب كتابك بقالك قد ايه؟
بقالي أربعة أشهر. أربعة أشهر. يا ابني اصبر. ايه ده بتقولي مين اصبر ده؟ في مين ده يا نهى؟ لا لا ده أخوي. أخوكي طيب سلمي عليه. مبروك للعروسة اللي كسبت معانا في فرح ذهبي نهى مصطفى، بنقول لها مبروك. الله يبارك معاك. زغروطة يا نهى، فين الزغروطة؟ المشكلة ما أعرفش أزغرط، معلش. طبعا زغرت لك احنا ماشي. العروسة رقم اتنين جليلة أحمد، بنقول لها مبروك. جليلة ألف مبروك. ألو. أيوة يا أستاذ طارق، عامل إيه؟ كنت نايمة ولا إيه؟ لا والله أنا والدتها، كنت نايمة. طيبة كل سنة طيبة. فين جليلة؟ أهي. مبروك يا عروسة، ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك. بنقول لك مبروك، تنضم الينا في الفرح الذهبي ان شاء الله بعد رمضان، هنحدد الميعاد. مكتوب كتابك بقالك قد ايه؟ كاتب كتاب بقاله قد ايه يا جليله؟ مبروك لجليله، هنشوف مين اللي كسب معانا دلوقتي في الجائزه الثالثه. قمر بتكسب معانا الغساله. قمر. الو. ازي حضرتك؟ ازيك يا قمر، عامله ايه؟ الحمد لله يا استاذ طارق. منين يا قمر؟ انت منين؟ انا من المنصوره. من المنصوره. سلمي لي على المنصوره والاهليه، بنقول لك مبروك. الله يخليك يا استاذ طارق، ربنا يخليك. مين اللي بعت لك على الصفحه؟ مين اللي بعت على الصفحه، انت ولا مين؟ انا اللي بعت، انا اللي بعت. طيب كويس، مبروك كسبت الغسالة، ألف مبروك. ربنا يخليك يا أستاذ طارق، متشكرة جدا، أول مرة أكسب في حياتي والله. كل الناس هتكسب، إيه تكسبي في الآخر إن شاء الله. مبروك لقمر. متشكرة جدا، متشكرة يا أستاذ طارق. عايزين زغروطة، يلا زغروطة حلوة كده نختم بيها الفقرة. مبروك كل اللي كسب معانا، احنا بنحاول نقدم جوائز كتيره، نحاول نشوف ناس كتيره في كل انحاء مصر. ابعتوا لنا على الصفحه بتاعتي طارق علام تي في، ولو عندك مشكله او ظرف اكتب من فوق، من يمكن في خلال ايام ان شاء الله، ان شاء الله هيبقى في عدد كبير من العمليات الجراحيه هتتم، عدد كبير من المساعدات هتتم. خش على الصفحه بتاعتنا دلوقتي وقولوا مشكلاتكم، قولوا احلامكم، واحنا مستمرين معاكم بعد رمضان ان شاء الله. وسؤالنا دلوقتي، السؤال من اول النهارده لغايه الاسبوع الجاي، حرب اكتوبر 6 اكتوبر العاشر من رمضان سنة كام هجرية؟ 93 ولا 94 ولا 5 ولا 95؟ قولوا لنا سنة كام هجرية؟ هو مكتوب السؤال، خش على الصفحة. وعشان حرب اكتوبر دي غالية علينا قوي، دي ثمنها كبير قوي، احنا بنكمل معاكم. دلوقتي هنشوف سعيد الحظ اللي كسب معانا في اللقطة الذهبية اللي هنشوفه بكرة إن شاء الله، والحمد لله احنا معانا تليفونه، وهنقول له مبروك. بصوا على اللقطه ونشوف اللي كسب، نقول له الف مبروك. والليله حبيبي الليله ليله عمرنا، الليله دي اجمل ليله في حياتي انا. والليله حبيبي الليله ليله عمرنا. مبروك اللي نزل في وسط البلد، مبروك اللي اتصور، وعلى فكره تم تصوير من خلال يومين في كل انحاء الجمهوريه هتشوفوه في الحلقات القادمه. مبروك مبروك لسعيد الحظ في اللقطه الذهبيه اللي زعناها النهارده مرتين، واحده غلط واحده صح. بكره هيكسب معانا، وناخدكم دلوقتي نشوف الفارس بتاع الحلقه بتاعتنا. هو شاب عنده اعاقه بس يعني هقول عنه كلام كتير قوي، تم الاعتراف بيه دوليا من خلال شبكات الانترنت. قصته قصه كفاح، قصه نجاح، قصه جميله بقدمها النهارده لكل شبابنا. ازاي لو عندك وقت فضاء، ازاي انت ممكن تكسب من الوقت اللي عندك، انك تخش على النت تعمل لك فيديو اتنين تلاتة، يبقى عندك كام مليون مشاهد وانت شاب قد كده او طفل قد كده. ده قصة لازم تشوفها معانا، ابن منيا القمح من الشرقية، فارس شادي بقدمه، ودي شخصية بنقول عليها هو ده. فقرتنا غير عادية لأن هو غير عادي، متميزة لأن هو متميز، ودولية لأن هو دولي، لكن من منيا القمح. فارس شادي اللي عمره 11 سنة، ده نجم الفيسبوك، ده مش عارف كم مليون، 11 سنة ونجم الفيسبوك من منيا القمح. ما هو ده اللي احنا بندور عليه، هو ده النموذج الحلو. هو فين يا جماعة؟ يا
وعلى فكره هو ممثل وفنان وشامه. حبيبي يا فندم، انت ايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ ده عامل حاجات على الفيسبوك اولا اهلا وعلى اليوتيوب برضه. طب اقلع الحاجات دي بقى خلاص، فك التنكر ده، فك ده على ما يعني يغير كده ونشوفكم. نشوف الموقع بتاعه اللي عليه كام مليون، هو ده اكمل معاكم. بس واول حاجه هقولها انا معاق وافتخر، واللي مش عارفه يخبط راسه في الحيط لان دي خلقه ربنا وانا راضي بقضاء ربنا. يا نجم ده ازيك يا استاذ صالح؟ ازيك عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. انت نجم الفيسبوك بقى، واتعرف على ابوك استاذ شادي. ازيك؟ اهلا وسهلا، اهلا بيك. ازيك يا استاذ؟ قدم نفسك كده. انا شادي فؤاد، والد فارس من منيا القمح. فارس طبعا لقيت موهبته حلوه من سن سنه. كان عنده موهبه؟ سنه كان عنده موهبه. بدات اللي هو بدا ينطق ويتكلم ويمشي، وبدا يرسم وبدا يعمل حاجات حلوه في الكي جي. حتى في الحضانه اللي هو كان فيها بدا يعمل حاجات زي ماكتات وكلام من ده. انت في مدرسه؟ في مدرسه تجريبي. في الدور الكام في المدرسه؟ في الدور الخامس بصراحه، وانا ما بقدرش اطلع على الدور الخامس، فالسنه دي ما روحتش مدرسه. يعني باخد دروس في البيت. هو في سنه رابعه ابتدائي، بس مدير المدرسه معانا متعاون مستر صلاح غيث. طبعا كنت انا هجيب موافقه ان انا الفصل ينزل، هو قال مشكورا قال لي الفصل ممكن ينزل. بس طبعا فارس فضلت ان هو ايه، عشان عظمه كان لسه ناقص فيتامين د وفي عمليات هيعملها، فاضطرينا اللي هو بدل ما يطلع السلالم كل يوم حد يزق وحد يعمل، فاختارنا اللي هو يقعد في البيت. عملنا له اجازه مرضي وقعد السنه الرابعه كلها في البيت. فارس بنقدمه النهارده لثلاث حاجات. اول حاجه ده نجم مصري بنقدمه، تم تكريمه من الفيسبوك وهنتكلم على ده. ده رقم واحد. رقم اتنين، المجتمع فين من التقاط دي؟ لولا ان والده نابه، والده كان بيحكي لي قعد شويه في السعوديه وجي هنا واشتغل في الكهرباء، عنده تفكير ووفر امكانيات لابنه. ممكن العالم الافتراضي الفيسبوك ده تخلي ابنك لو معاق، عنده اعاقه او مريض او امراض كتيره او عنده مشكله مش قادر ينزل او عامل عمليه، تخليه يخش صح ويعمل حاجات صح زي ما عملها فارس. الحاجه الثالثه اللي انا عاوزها، فصول اللي احنا بنطلب انها تتعمل لمتحدي الاعاقه. المجتمع المدني فين؟ ده ايه ده؟ دي الشاره اللي انا كنت لابسها ايام الحفله. هم اللي مديله لإدارة الفيسبوك؟ كان لابسها، كان ضمن الناس اللي كانوا موجودين، ضمن المبدعين. خش على صفحة فارس شادي اللي منيا القمح اللي بنكرمه النهارده، نديله الكارنيه بتاع الفيسبوك ده من غير فلوس، ونديله بقى هو ده، يديله باقة الورد دي. شكرا. عايزك تقول كلمة كده 30 ثانية للكاميرا بتاعتك. تقول أقول كلمة 30 ثانية؟ ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في قناتي على الفيسبوك على اليوتيوب، وتعملوا فولو على صفحتي على الفيسبوك، وتروح على صفحة الأستاذ طارق علام تي في، تعملوا عليها لايك وفولو، وعايزكم تكسروها لايكات إن شاء الله. وكده خلص الفيديو، ويلا مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. هو ده. بتعيش الدنيا بروح الطفل اللي جواك، لو مهما قالوا الضحكة مش مفارقك. حاجة حلوة، حاجة جميلة، فيها حاجة حلوة. دول أبناء مصر اللي لو جات لهم الفرصة وتهيأت الظروف هيكسروا الدنيا. ده بيتم تكريمه واعتماده من إدارة الفيسبوك ضمن سبعة أظن في مصر أو في الوطن العربي. ده دخل في مراحل يعني لا تتناسب مع سنه، لكن بشكر ابوه، بشكر الظروف المحيطه اللي خلته يشتغل شغل دولي وهو قاعد في الاوضه بتاعته. ده ميزه العالم الافتراضي، عالم الفيسبوك، متحدي الاعاقه وحتى اولادنا العاديين. من خلال جهاز او الموبايل بتاعك ممكن تشتغل، ده الاستثمار الصح. دي صورتنا المضيئه الحلوه اللي قدمناها واللي بختم بيها حلقتنا، لكن لكل المشاهدين. خش على الصفحة بتاعتنا. سؤال حلقة النهاردة بكرره، هيقعد معانا لمدة أسبوع. حرب أكتوبر 6 أكتوبر سنة 1973، العاشر من رمضان سنة
ايوه كام هجريه. خش معانا واكتب ظروفك، اكتب حكاياتك، اكتب قصص التحدي اللي هنكملها معاكم، وهنكمل حملات من خلال صفحتي طارق علام تي في. هنشوف بكره عدد من الجوائز وايضا الفقرات الوطنيه، الفقرات اللي انا سعيد بكمل معاكم مشوار الحب مشوار السعاده. بكره في نفس الميعاد في الحاضره في الساعه 11 مساء هيكون لقائي معاكم وقصه حب جديده في حب الوطن. واستناكم واستنى اقتراحاتكم، ارائكم، احلامكم وايضا المكم عشان نترجمها لفقرات. خلصت الحلقه وبكره في نفس الميعاد مستنيكم مع تحياتي وتحيات هو ده.